نظم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة إلكترونية بعنوان استشراف الأزمات وإدارتها لموظفي القطاع الحكومي بهدف تعريفهم على النموذج الوطني الفعال الذي اتخذته مملكة البحرين للتعامل مع جائحة كورونا وأبرز الآليات الفعالة للتعامل مع الأزمات ومواصلة الإنتاجية من خلال العمل عن بعد، حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف جهود فريق البحرين لمواصلة الارتقاء بالمخرجات الحكومية بما يحقق الأجندة الوطنية ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. بهدف تعريف موظفي القطاع الحكومي بالنموذج الوطني الذي وضعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتعامل مع جائحة كورونا ومنح الموظف الفرصة للاستفادة منه في الارتقاء بالمخرجات الحكومية في ظل العمل عن بعد نحو مواصلة الحياة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة، نظم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة إلكترونية بعنوان استشراف الأزمات وإدارتها، والتي تضمنت وصفاً علمياً للنموذج الوطني وآليات التعامل مع الأزمات. محاور لقاء اليوم يعني يأخذ أربعة زوايا. الزاوية الأولى هي المهارات الذهنية اللي يجب أن يتحلى بها من يقوم على إدارة الأزمات، والجانب الثاني هو جانب استشراف الأزمات، والجانب الثالث هو وضع الخطط بعد ما نقوم بعملية الاستشراف، والجانب الأخير هو جانب التواصل الإعلامي اللي كثير ما يغفل في إدارة الأزمات. بعد ما ندرس أفضل الممارسات المهنية في هذا الجانب سنسقط تجربة البحرين في إدارة الأزمة القائمة الآن على ضوء المعطيات هذه. احنا اليوم نبي نسوي فوكس حق موظفي القطاع العام، شلون تداخل هذه الأزمة تستغلها إيجابيا، شلون تتطور، شلون تحسن من أدائك، شلون تحسن من أداء سير العمل الحكومي، شنو هي الفرص الإيجابية اللي فيها. هذه جانب دورنا يرتكز في شنو، في ان احنا نزود موظفي القطاع العام بالمعرفة. حجم المعرفة اللي انت تمتلكها في إدارة الأزمة هو اللي بيساعدك في الخروج منها بهذه البساطة. فإذا انت فاقد حق المعرفة بتم ضايع مثل اللي غرقان مو عارف يطلع، لكن إذا انت موجود عندك المعرفة والمهارة راح تقدر تتجاوز هذه الأزمة وتستفيد منها إيجابيا، مو بس تتجاوزها، راح تطلع بدروس إيجابية. طبعا يتلو ما بعد الأزمة عادة هو الدروس المستفادة اللي خلينا نقول هي الدرع الحصين ليحميك في المرات القادمة إذا تقع في أشياء مشابهة من هذه النوع. فإحنا دورنا بيكون إحنا نحط المعرفة والنولج والمهارات المطلوبة اللي تساعدهم بتجاوز هذه الأزمة والاستفادة منها في المرات القادمة. وقد حرص معهد الإدارة العامة بيبا خلال هذه الفترة على تكثيف مبادراته الرامية إلى تعزيز التعلم والتدرب عن بعد باعتبارهما مسؤولية وطنية يحملها كل موظف حكومي على عاتقه للحفاظ على إنتاجيته في ظل المرحلة الراهنة نحو الارتقاء بعجلة النمو الاقتصادي. استشراف الأزمات وإدارتها يتجسد اليوم في مملكة البحرين وفريق البحرين الذي عمل يدا بيد منذ بدء جائحة كورونا على تذليل الصعاب، وها هم اليوم موظفو القطاع الحكومي يستمدون العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية من الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك للارتقاء بالمخرجات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ريم سيف لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين.